يقول السائل: أنا شاب مصاب بالتهاب في اللوزتين، وأعاني مدة طويلة، ويتعبني جدا في الوضوء والغسل طوال العام، وأود أن أجري عملية استئصال اللوزتين، فما حكم الشرع في هذه العملية؟ وجزاكم الله خيرا. عملية جائزة، وهذه كثيرة وفي المستشفيات، وعملية سهلة جدا، فبادر بإزالة اللوزتين لأجل أن تسلم من مرضهما وتسلم من هذه الآثار التي ذكرتها بسبب فساد اللوزتين، بادر بإزالتها، هذا من العلاج المباح لا بأس به. نعم.